السلام عليكم. تلقى بكم من جديد في الدرس الجديد من دروس اكسل. دونك اليوم غنشوفوا لا فونكسيون سي. لا فونكسيون سي دونك لا فونكسيون سي مش تكون. دونك الا شفتوا معايا هنا سي تتكون من كونديسيون يعني تيست لوجيك. لا فالور سي فري فالور سي فو. دونك تندير واحد تيست دونك تيتسمى تيست لوجيك او بيان لا كونديسيون. الجواب ديال هاد لا كونديسيون الا تحقق يعني هاد الكونديسيون هاد الشرط الا تحقق هل الجواب ديالو، الا ما تحققش هل الجواب ديالو. دونك هادي مش تكون لي زارغيمون ديال هاد لا كونديسيون سي. دونك قلنا تيست لوجيك الجواب ديالو الا تحقق، سينو الا ما تحققش هاد الجواب. دونك غندير واحد ليكزامبل. في هاد ليكزامبل بغينا في لا ديسيزيون تكون عندي اما ادمي ولا ايشيك. تكون عندي اما ادمي ولا ايشيك. دونك انا غتكتب عندي اما ادمي ولا ايشيك. دونك قبل ما نجاوب على السؤال خاصنا ضروري نحسبوا لا موين. خاصنا ضروري نحسبوا لا موين. دونك بوغ كالكيلي لا موين غنكليكي هنا وغنمشي ل سيغما وغندير موين وغنسيليكسيوني هاد لي تروا نوط وغندير اونتخ. غنعاود كليكي هنا ونجر دونك تيعطيني لا موين ديالي. دونك نعاود باش نحسب لا موين غنكليكي هنا غنمشي لسيغما موين. دونك انا لا سيليكسيون هاد لي تروا وندير اونتخي ونعاود نكليكي هنا ونجر اونبا. دونك نكبرهم باش يبانو. دونك هادي الطريقة باش ندير لا موين. دونك بالنسبة لا ديسيزيون، بالنسبة لا ديسيزيون دونك بالنسبة لا ديسيزيون هنا بغينا تكون مكتوبة اما ادمي ولا ايشيك. دونك نطبقوا هاد القاعده اللي هي هادي. شنو يقول لك عندي هنا لا كونديسيون. لا كونديسيون شنو هو؟ يعني تيست لوجيك. دونك لا كونديسيون عندي هنا شنو هو؟ هو لا موين يكون اكبر او يساوي 10. هذا هو التيست لوجيك. دونك كيفاش غنكتبو هنا؟ غنجيو هنا غنديرو نوركو على اف اكس. دونك فاش توركو على اف اكس تخرج لكم بوردو ديالوك بوغ انسيغي اون فونكسيون. هنا غنجيو غنديرو توس. هنا غنديرو نجبدو لا فونكسيون سي. دونك اس اس اياك هاهي اس اي غنسيليكسيوني سي وغندير اوكي. دونك هنا عندي تيست لوجيك. تيست لوجيك اشناهو؟ تيست لوجيك هو المعدل. دونك غنكليكي على لا موين غنقول ليه غتشوف لا موين واش اكبر او يساوي 10. دونك هذا هو التيست لوجيك. دونك التيست لوجيك هو اللي هنا، هو هذا اللي عندي هنا التيست لوجيك. دونك هذا هو التيست لوجيك. دونك قلنا غنكليكيو هنا لما غندير التيست لهاد لا موين غتشوف هاد لا موين. دونك نعاود بانو. دونك غنكليكي هنا غنمشي لاف اكس. دونك توس سي يعني لا كونديسيون سي هاهي سي اوكي. غنكليكي هنا وغنكليكي على لا موين غنقولي تشوف لا موين واش اكبر او يساوي 10. دونك هذا هو التيست لوجيك. الجواب الى تحقق هاد التيست اشنو خاصو يدير؟ الى لقى فعلا هاد المعدل اكبر يساوي شنو خاصو يدير؟ خاصو يكتب ليا ادمي. هذا هو الجواب. يكتب ليا ادمي. الى ما لقاش الى ما لقاش هذا الشرط اش خاصو يكتب ليا؟ يكتب ليا ايشيك. يكتب ايشيك صافي غندير اوك. دونك لاحظوا معايا كتب لي انا ايشيك. علاش؟ لان عندي تسعود. الى جريت لتحت دونك هنا هذا كبر من 10 عطاني ادمي. نعاود دونك نعاود العمليه. دونك تيست لوجيك اشنو هو؟ غيبدا يدير تيست لا موين.
غيبدا يفيريفي لا موين، غيشوف واش اكبر او يساوي 10. الى لقى اكبر من او يساوي 10 غيعطيني ادمي، الى لقى العكس غيعطيني ايشيك. دونك قلنا غنكليكيو هنا وغنمشي لاف اكس. دونك هنا غنديرو توس، نجبد فونكسيون سي سي وندير اوكي. دونك تيست لوجيك اشنو هو؟ غنقول لها غنسيليكسيون هاد لا سيل، غنقول لها غتشوف هاد لا سيل واش اكبر او تساوي 10. دونك هذا هو التيست اللي غيدير. الى لقيتها اكبر او تساوي 10 شنو الجواب ديالها؟ الجواب الى لقيت تحقق الشرط شنو غدير؟ غتكتب لي ادمي. الى ما تحقق الشرط ما تحققش ما لقيتيش اكبر من 10 شنو غدير؟ غتكتب لي ايشيك. صافي غندير اوك. ابخي غنجي هنا وغنجر لتحت. دونك هذه الطريقه باش ندير لا كونديسيون سي. دونك غادي نشوفو من بعد دي زيكزومبل اخرين باش نزيدو نفهموها. نتمنى انكم فهمتوا هذا الشيء، ونتلاقاو في الدرس الجاي ان شاء الله. الله يعاونكم.